للمزيد معنا من أربيل الكاتب الصحفي الأستاذ فواز الطيب. مرحبا بك أستاذ فواز. بداية، صحيفة العرب الجديد كشفت عن تواصل عمليات تهريب النفط إلى إيران يعني من العراق عن طريق ميليشيا الحشد، يعني ماذا يدل هذا الانفلات، هذه السطوة المتنفذة المتزايدة للميليشيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك وبكل مشاهدي قناة الراشدين. قضية تهريب النفط في العراق بدأت منذ الأيام الأولى لاحتلال العراق، وبدأ تنظيم مجلس الحكم ومن بعدها منظومة الحكومة التي جاءت حتى بالانتخابات. كان النفط يقسم من جميع موانئ العراق على الزعامات الكتل والتحالفات، لم يكن هناك أي عدادات ولا يعني حاسبات تحسب النفط المصدر، فكان النفط يذهب إلى العالم ولا نعرف كمياته. إلى اليوم هذا العمل مستمر من جميع موانئ العراق وعبر البوابات الحدودية. آلاف الأطنان والبراميل من النفط الأسود تذهب إلى إيران والأردن وتركيا، ولا أحد يعرف كميات هذا النفط المهرب. السيارات تحمل أكثر من طاقتها، البواخر في البحر تحمل أكثر من طاقته وهو نفط مهرب. كل ذلك يحدث أمام أنظار الحكومة العراقية وحتى قوى دولية تدعم هذه المنظومة السياسية في العراق. ولهذا انتشرت مافيا. لماذا يغيب، يعني لماذا هذا التغافل من قبل الحكومة اتجاه هذه العمليات، عمليات التهريب المستمرة؟ في حقيقة الأمر إلى الآن لا يوجد لدينا دولة مؤسسات لكي تكون هناك حكومة حقيقية تدير مؤسسات العراق بمهنية. هناك فوضى بين الأحزاب في إدارة الدولة العراقية، ولهذا انتشرت الكثير من المافيات باسم الحشود باسم الميليشيات تسيطر على أنابيب النفط في كثير من مناطق العراق، وتسيطر كذلك على الآبار، ويسرقون هذا النفط إلى جهات معلومة وليست مجهولة، هي أما تذهب إلى إيران أو عن طريق البصرة إلى بواخر معينة. هذا الأمر يحتاج إلى عمل كبير وجهد دولي لضبطه. إلى الآن حتى الولايات المتحدة الأمريكية لم تدعم عمليات تصدير النفط العراقي بشكل موضوعي ومهني. هناك شركات أمريكية هي التي تدير عمليات التصدير، ومافيات التصدير في العراق وفي خارج العراق إلى حد الآن متفقون على هذا الأمر، كأنه كما يظهر لنا في وسائل الإعلام وتصريحات البرلمانيين وحتى بعض المسؤولين الأمريكان. حل النفط في العراق أمر معقد. طيب، جدا فيما يخص موضوع تهريب، يعني طبعا في موضوع متصل، تهريب هذا النفط عن طريق الميليشيات يجرنا لموضوع آخر، يعني مصادر صحفية كشفت عن صراع بين قادة ميليشيا الحشد بشأن موضوع توزيع رواتب عناصر الميليشيا في سوريا، يعني كيف تعلق أو كيف تنظر إلى هذا الصراع؟ نعم، الصراع كان موجود قبل فترة أيضا عندما حدثت بعض المعارك في كركوك وقرب الموصل. ظهرت مافيات وحشود تريد تسيطر على آبار النفط، وتدخلت أمريكا نوعا ما في بعض مسارات هذه السيطرة على الآبار. الميليشيات والأحزاب التي تسيطر على هذا الأمر لابد أنه سيصلون إلى مرحلة حتى الاقتتال في سبيل التحكم بهذه المصادر. الجميع لديهم جماعات مسلحة في سوريا وحتى في بعض بلدان الخليج، توجد لديهم أذرع في لبنان وفي اليمن، هناك أموال تذهب بشكل منظم إلى هذه الدول جراء تهريب هذا النفط في داخل العراق وخارجه أيضا. لجنة الأمن والدفاع البرلمانية قالت أن ترشيح قادة الفصائل للانتخابات استثمار سلبي للحشد، تحت أي بند تندرج مثل هذه التصريحات؟ لا، البرلمان العراقي هو من شرعن هذه الميليشيات إلى حشود شعبية، والبرلمان هو من أعطاهم الشرعنة. واليوم يأتي مثلا مسؤول اللجنة الأمنية يتكلم بهذا الكلام، يريد أن يخدع الشعب مرة أخرى للذهاب إلى الانتخابات وتغيير بعض
الوجوه كل قادة الميليشيات تقريبا أو أغلبهم سوف يدخلون العملية السياسية لكي يسيطروا على مؤسسات الدولة العراقية بشكل كامل، والبرلمان العراقي هو من سمح لهم بذلك، مع العلم أن الدستور العراقي يمنع مشاركة أي جهة أمنية في الانتخابات، وهؤلاء كلهم جهات أمنية وأمنية حتى كانوا خارج القانون. لا أعرف كيف مرر البرلمان هذا الأمر، البلد سيذهب إلى الفوضى الميليشياوية والفوضى المسلحة داخل مؤسسات الدولة العراقية لو جرت الأمور كما هي الآن. شكرا جزيلا لك أستاذ فواز الطيب الكاتب والصحفي العراقي.